لو الحكاية فيها إن فيتو فاكر يعني هيروشيما وناكازاكي. كان في زمان كان في قنبلة أطلقتها أمريكا زمان، وكان في تأثير جامد جدا على كل الموجودين فيها، في الأحياء الشعبية وفي المدن الكبيرة وفي كل أنحاء ألمانيا اليابان سوري. كان في فكان في ناس كتير جدا اتصابوا، وفي وكان الحلو فيها ان هي قدرت تثبت وجودها بعد كده. اعرف ان هم في اليابان بس ما اعرفش عنهم كل حاجه. هيروشيما وناكازاكي جريمة أمريكية بحق الشعب الياباني. تقريبا هي كانت استخدام قنبلة ذرية لأول مرة، وأضحيتها عشرات الألوف أو مئات الألوف كما التقدير غير دقيق، ولا زالت أثرها متبقية عند الشعب الياباني، ولكن استطاع أن يقوم منها. ما اعرفش عنهم حاجه غير ان هم القنبلتين اللي ضربوا خلاص. اعرف ان ايام الحرب العالميه لما ضربوا المينا بتاع امريكا راحت ضربهم بالقنبله الذريه اللي هو هيروشيما وناجازاكي. هيروشيما وناجازاكي دول مدينتين يابانيتين ضربوا ايام الحرب مع امريكا، امريكا ضربت اليابان وقنبلتين نوويتين. دول ضربوا في الحرب العالميه دول تبع اليابان، وضربوا في الحرب العالميه. ضرب بلا سرية.